قرية الحويز بريف حماء الغربي بمنطقة سهل الغاب تتعرض يوميا لعشرات القذائف المدفعية والصاروخية من قبل قوات النظام وميليشياته كحال معظم القرى في ريف حماء الغربي. وعلى الرغم من تكرار القصف بالقذائف المدفعية على أحيائها السكنية ومنازل المدنيين فيها موقعة خسائر بشرية ومادية هائلة. قرى الحويز والحرية موجودة في سهل الغاب تتعرض للقصف منذ أكثر من 20 يوم للقصف الهمجي بشكل يومي من الحواجز المحيطة، مثل أي قرية موجودة في سهل الغاب. كل القرى تتعرض في سهل الغاب تعرضت للقصف، مما أدى إلى حالة نزوح كبيرة في هذه القرى. تتعدى 90% من أهالي القرى، والقرى كلها تقريبا مدنيين، يعني نحن ما في عندنا غير المدنيين موجودين هنا، كنقط عسكرية وكذا ما موجود نهائيا هنا. حركة نزوح واسعة شهدتها قرية الحويز نتيجة هذا التصعيد ذهابا إلى القرى المجاورة في جبل شحشبو هاربا من حميم القصف، والذي سبب لأوضاع مدنية وخدمية صعبة لمن تبقى من السكان في القرية، وعلى اعتبارهم أنهم يفقدون أدنى مقومات الحياة. بعد هجرة أكثر من 90% من السكان، يعيش السكان الذين بقيوا في المنطقة أحوال معيشية سيئة جدا بسبب انقطاع سبل العيش، مياه، كهرباء، خدمات، محال تجارية. كل ذلك مترافق بحالة من الخوف الشديد الذي يعيشونه يوميا. لا تزال تتعرض المناطق المحررة ولا سيما في إدلب وحماة لأشد أنواع القصف المدفعي والصاروخي العنيف في ظل تحليق مكثف للطائرات الاستطلاع في أجواء المنطقة، ولا تزال مناشدات المدنيين للأطراف الضامنة للضغط على نظام الأسد لإيقاف المجازر بحق المدنيين. بلال غاوي، قناة اليوم، ريف حماة.